يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندي قطعة أرض قد أجرتها لشخص يقوم بزراعتها وأخذ محصولها ويعطيني في السعر. عندي قطعة أرض قد أجرتها على شخص يقوم بزراعتها وأخذ محصولها ويعطيني في السنة الإيجار على قسطين، فهل على هذا المال من زكاة؟ نعم، إذا تحال عليه الحول من العقد هذا دين لك في ذمته، إذا حال عليه الحول من العقد تزكيه سواء نقده لك أو بقي في ذمته، هو ملكك. نعم، مثل ما تأجر الدار والدكان تأجير الأرض مثل هذا. كذلك حفظك الله، يقول هل علي أن أخرج الزكاة من هذا المحصول؟ هل علي أن أخرج الزكاة من هذا المحصول؟ هم أجرها بدراهم ولم أجرها بما يخرج، بشيء مما يخرج منها. كان مأجرها بدراهم فالجواب ما قلناه عليه زكاة، لأن هذا دين له. أما إذا كان مأجرها ببعض ما يحصل منها فالزكاة تكون على صاحب الزرع، إذا اشتد الحب تكون الزكاة على مالك الزرع. نعم.